النيوروفايبروما هو عبارة عن سويلنج في النيرف. يعني النيرف ده عبارة عن مثلا نيرف سيل كده وأكسون، والأكسون عليها حاجة اسمها شوان سيل ونودز اوف رانفير، وبعدين كل نيرف سيل كده بين النيرف سيل دي والنيرف سيل دي في كونكتيف تيشو، تعرفين طبعا اللي هو اسمه نيوريوم، اللي هو اسمه اندونيوريوم يعني. فممكن ورم يطلع من الشوان سيل اللي بتعمل المايلين فيسموه شوانوما او نيورو لموما. ممكن يطلع من الكونكتيف تيشو ده النيوريوم فيسموه نيورو فايبروما. يعني ما بتفرقش قوي الحقيقه، لان اللي عنده نيورو فايبروما بيبقى عنده شوانوما. فاهمين يا ولاد؟ حال نيورو فايبروما والشوانوما والحاجات دي يا ولاد فيها في بص الفاميلي هيستوري، يعني نقدر نعتبرها من الحاجات الفاميليان برضه. السؤال الجاي، طب هو الشوانوما ده ورم في الشوان سيل بتاع الكرينيال نيرف ولا البريفرال نيرف؟ اي حاجه يعني، ممكن سباينال نيرف ممكن كرينيال نيرف، لكن ما يجيش ابدا في مخ وسباينال كورد. يعني عمره ما مش دي مش من اورام المخ والسباينال كورد، لكن هي من اورام الاعصاب. طيب اشهر شوانوما انتوا خدتوها ايه؟ الاكوستيك نيوروما اللي هي بتيجي على الايتس كرينيال نيرف. طب هي هتعمل للعيان ايه؟ هتعمل له ديفنس اوفر تايجو. ليه؟ عشان النيرف معدي في فورامين، فالورم بيكبر مش عارف يكبر، فضغط على النيرف جامد، لكن هو ما كلوش، هو مش مالجنن، هو مش مالجننت لكن مش عارف يورم، فضغط على النيرف بس. فاهمين يا ولاد؟ ولان ده الفيستيبيولو كوكيلار، فهو عنده مشاكل في السمع والاتزان، هو عنده مشاكل في السمع والاتزان، لان الورم مش عارف يكبر على بره فراح ضاغط على النيرف. فاهمين يا ولاد؟ ممكن حد يجي له مثلا نيورو فايبروما واحد كده، فيبقى في نيرف عليه سويلنج بيتحرك اكروس النيرف مش الونجت، اللي هي قاعده الرقاصه. لما يكون في سويلنج على لونجيتودنال ستراكشر يتحرك اكروسيت مش الونجيت، يعني لو دي الرقاصه كده فالرقاصه دي هترقص كده مش هترقص من فوق لتحت. ممكن حد يبقى عنده مالتيبل نيورو فايبروما. المالتيبل نيورو فايبروما دي في سندروم مشهور اسمه فون ريكلينج هاوسن سندروم، يعني الباشا رجل البيت، مش رجل البيت، رجل البيت، باشا رجل البيت، رجلينج هاوسن او رجل البيت، رجل البيت، اي حاجه تعجبك. ده بيبقى عنده مالتيبل نيورو فايبروماتوزيس، وبيبقى عنده في كروموسايتوما، يعني يجي له مالتيبل نيورو فايبروما ويجي له في كروموسايتوما. اشمعنى؟ اصل هو الادرينال مضله جايه من نيورال كريست، الادرينال مضله دي جايه من نيورال كريست، ولان الادرينال مضله جاي من نيورال كريست، فهو اللي عنده نيورو اللي عنده نيورو فايبروما ممكن يجي له في كروموسايتوم. الفون ريكلينج هاوسن ده او المالتيبل نيورو فايبروماتوزيس نوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 2 اخطر لان بيبقى فيه شوانوما، فيه شوانوما كتير على الايتس كرينيال نيرف، والايريس والايريس بتاعت العيان بيبقى فيها مالتيبل نيورو فايبروماس كده، بيعرفوه من الايرس. هو ده اخطر من تايب 1، يعني تايب 2 دايما اخطر من تايب 1. الحقيقه النيورو فايبروما ما بتقلبش مالجننت الا رير جدا، النيورو فايبروما دي ما بتقلبش مالجننت الا رير جدا، 1% كده. تقلب نيورو فايبرو ساركوما بس رير قوي. بس هي ممكن مع لما حجمها يكبر تعمل كومبريشن، يعني هي عيبها ان لما حجمها يكبر ممكن تعمل كومبريشن للنيرف، لكن تقلب مالجننت اكستريملي رير. النيورو فايبروما بيبقى دايما معاها حاجه اسمها كافيو لي باتشز. ليه بقى معاها كافيو لي باتشز يا ولاد؟ لان الميلانوسايت، الميلانوسايت انت انا فاكرين انا قلت لكم ان في بيزل سيلك لير وفي ميلانوسايت كده اللي هي بتحمي ميلانين في اخواتها. الحقيقه ان البيزل سيل لير دي حماده والميلانوسايت دي حماده تاني خالص. الميلانوسايت دي جايه من نيورال كريست، الميلانوسايت دي جايه من نيورال كريست، ولذلك لما حد بيجي له نيورو فايبروما سهل قوي يبقى معاه كافيو لي باتشز، لان الموضوع همرطومه. فلو فيها همرطومه في الميلانوسايت، لو فيها همرطومه في الميلانوسايت هيبقى فيها همرطومه في
النيرف سيل هيبقى فيها مرطومه في الميلانوسايت. عشان كده النيوروفايبروما دايما معاها كافيه وليه باتشز. هعلى شويه. النيوروفايبروما تيومر ماس فروم ذا نيرف شيس، ممكن يبقى سوليتري وممكن يبقى مالتيبل اللي هو فون ريكلينج هاوسن، يعني ممكن حد يجي له سوليتري نيوروفايبروما بس واحده، وممكن يبقى عنده مالتيبل نيوروفايبروما اللي هو فون ريكلينج هاوسن. فاهمين يا ولاد؟ وفي انواع كده يا ولاد محطوطه لعرقله المعنى وتوقيفه في الذهن، هناخدها دي بعد شويه. سيبكم دلوقتي. ممكن الفون ريكلينج هاوسن ده نوعين، تايب 1 ده اوتوزومال دوميننت، بيبقى بيتورث بكروموزوم 17، بيبقى معاه نيوروفايبروما وكافيه اولي باتشز، وساعات فيه كروموسايتوما من تايب 2 بي، من تايب 2 بي. النيوروفايبروما معاها كافيه اولي باتشز دي، لان النيوروفايبروما ده ورم في النيرف، والميلانوسايت جايه من نيورال كريست. فاهماني؟ طب هو بيتورث ازاي؟ اوتوزومال دوميننت، اوتوزومال دوميننت مش ريسيسيف، دوميننت على كروموزوم 17. طيب وهو مكوناته ممكن يبقى من تايب 2، ممكن يبقى من تايب 2، من تايب 2 بي. تعرفين من تايب 2 بي يفرق عن من تايب 2 1؟ انه ما فيهوش باراثايرويد بس في نيوروفايبروما. فاهمين على ده؟ طبعا لو عنده اكوستيك نيروما هيزود الانتراكرينيال تنشن، لو عنده اكوستيك نيروما. شايفين الكافيه اللي باتشز ولا؟ تايب 2 بيتورث على كروموزوم 22، يعني تايب 2 على كروموزوم 22، تايب 1 على كروموزوم 17، لكن تايب 2 بيتورث على كروموزوم 22. بيبقى معاه اكوستيك نيروما كتير ونيوروفايبروما في الايريس، ووحش باب بروجنوز طبعا، لانه عنده اكوستيك نيروما هيبقى عنده ديفنس اوفر تايبو اكيد، يعني هيبقى عنده ديفنس اوفر تايب. في بقى انواع كده ايه يعني سبيسيفيك من نيوروفايبروما، يعني مثلا بليكسي فورم من نيوروفايبروما. شوف الواحد واحد جاله نيوروفايبروما في السكالب، عملت له زي عملت له ضفيره في السكالب، فهمتوا ليه سموها بليكسي فورم؟ يبقى انواع النيوروفايبروما كبيره كده. تيجي شوف يا ولاد لما جت في السكالب عملت له ضفيره، عشان كده سموها بليكسي فورم نيوروفايبروما. مثلا ده جلد تخن ودلدل فسموه باكي، باكي يعني تخين، كلمه باكي يعني مثلا باكي مننجو مننجيس، باكي مننجيس يعني مننجيس تخينه، فالجلد التخن قوي كده فبقى باكي. باكي فين؟ باكي درماتو، يعني الجلد بقى باكي لدرجة ان بيحصل فيه ديجنريشن جوه، يعني الدم ما بيكفوش فبيحصل ديجنريشن، فيبان كأنه سيست، فيقولوا عليها باكي درماتوسيل، بليكسي فورم نيوروفايبروما وباكي درماتوسيل. باكي يعني تخين، درماتو يعني جلد، سيل يعني حصل ديجنريشن جوه وعمل حاجة زي سيست، فيقولوا عليها باكي درماتوسيل. فاهمين يا ولاد؟ في نوع بيعمل حبوب كده ملاسكم، يعني حسنه كده بيقولوا عليها ملاسكم فايبروزم، يعني في منها ملاسكم فايبروزم، في منها بليكسي فورم نيورو فايبروما، في منها باكي درماتوسيل، في منها اليفانتيزيس نيورو فايبروما. شوفوا منظر الرجل يا ولاد زي الاليفانتيزيس. اول مره شفت الحاله دي يا ولاد أنا مش عارف العين عنده إيه بالظبط على وجه التحديد، يعني رجله مش زي الإليفانتيزيس اللي أنا متعود عليها، نون بيتنج إديما، بوسيليتد 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 كده، يعني عاملة زي ما أكون حجر جبل كده بوسيليشن. فأخدت وطلعت الواحد من أساتذتنا بقى ربنا يا رب يرحمه، كان من اخر الرجال المحترمين، يعني اول ما شاف العيان قال له العب الجلابيه، قال على الجلابيه لقيت باتش كبيره كده كافيه اولي باتشز، قال لي بص شايف الكافيه اولي باتشز مع الاليفانتيزيس نيورو فايبروما، يعني برضو حالات انا ما شفتش غيرها، يعني الحقيقه انها حالات قليله قوي بس مميزه قوي، يعني انا ما اعرفش
مثلا انا شفت من الحالات دي، يعني مثلا الباكي درماتوسيت ده انا شفت منه حاله وشه شبه العفريت. البليكسي فورم نيورو فايبروما دي انا ما شفتهاش خالص، تمام. طبعا النيورو الفورنيكلينج هاوسنج كتير، يعني الفورنيكلينج هاوسنج هتشوفوه ما فيش مشكله، يعني اللي هو العين اللي عامل زي النجفه، زي النجفه مليان كريستالات مليان ملاصقه، مليان ملاصقه، فعامل شبه النجفه لدرجه ان انا لما شفته كان نفسي اقول له لف 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 عشان الكريستالات دي تتهز كده، كان عاجبني المنظر يعني. يعني كريستالات شبه النجفه، لو لفيته كده يشخشخ، لو لفيته كده يشخشخ، منظر كان فظيع يعني. ومعاه كافي وليه باتشز وينور، فاهمين على؟ فده النيورو فايبروما، يعني ده موضوع النيورو فايبروما. تريتمنت طبعا قواعد عند الجراح، لو حاجه واحده ممكن اشيلها، انما لو مالتيبل ليت ذا بيشنت تو داي ان بيس نوت ان بيس. لو الحاجه مالتيبل ليت ذا بيشنت تو داي ان بيس نوت ان بيس، فاهمين هذا؟ لا. ولذلك الديبندس بقى على ال، يعني لو سنجل هشيلها، انما لو كتير لا مش هشيلها. ايه الاخبار يا ولاد؟ النيورو فايبروما اوكي، حلوه الصور عجبتكم، صوره البليكسي فورم جميله، وصوره الباكي درماتوسيل العين اللي عامل، عارفين لما كنت تتفرجوا على فيلم ميشن امبوسيبل وبعدين تلاقوا توم كروز راح شايل الوش اللي عليه باكي، المنظر زي ما شايل الباكي درماتوسيل هوريبل. والاليفانتيزس نيورو فايبروما يمكن المعقوله الملاصقه، والحقيقه ان العيان بتاع الفورنيكلينج هاوسن ده بقى مليان ملاصقه 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 ملاصقه، بس لازم نقيس له الضغط طبعا عشان في كرومو ايه سايتوما. ناخد يا اولاد 10 دقائق بريك، الساعه دلوقتي 9 و5 8 و5 8 وربع هبدا، ماشي 10 دقائق جاست، تاكل فيهم حاجه بسكر وترجع لي، يعني حاجة بسكر كده تقوم راجع لي على طول.